بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على تطبيق تاني من تطبيقات الاوجمانتد رياليتي، اللي هي تعزيز الواقع. ان انا يبقى عندي ورقة صغيرة جدا فيها مثلا كلمة وكلمتين بس، اول ما تجيب البرنامج اللي هو بيبقى على الموبايل بتبدأ تشوف كل المعلومات 3D، وتبدأ تشوف معلومات كتير جدا. ممكن صفحة مثلا يكون فيها كلمة، الكلمة تدوس عليها تدخلك على فيديو موجود على اليوتيوب. التكنولوجيا مش جديدة، التكنولوجيا قديمة جدا، بس هي الفكرة كلها ان احنا ما تعرضناش لها كتير، فهنبدأ نتعرض عليها الايام الجاية ديت ان شاء الله، وهنبدأ نشوف ازاي احنا نعمل الموضوع دوت. تمام، فاعملوا متابعة للمدونة اللي هي draftsman.wordpress.com، او اكتب مهاويس البيم في جوجل، فهنبدأ ان شاء الله نشوف ازاي نحول اي اوتوكاد او 3D ماكس او ريفيت للتقنية ديت. تمام، هنشوف دلوقتي مع بعض برنامج اسمه ايجمنت. ابدأ اشغل البرنامج. تمام، ايجمنت البرنامج فيه كذا خاصية. تمام، ممكن اقول له اعمل سكان او اكسبلور سكان، هيبدأ يشوف الورقة اللي معايا ويشوف ايه المعلومات اللي موجودة فيها. اكسبلور هيبدأ يجيب لي شوية معلومات، بدأ يلقط. تمام، ده بيقول لي دي الاشكال الموجودة في الورقة، هي ورقة عادية خالص طبعناها، ممكن هحطها ان شاء الله على الموقع بتاعي. تبدا تتحملها وتبدا تشتغل عليها. دي لونه كتير جدا موجوده في الورقه. تمام، خلينا نشوف الورقه ببساطه خالص في الكاميرا، الكاميرا العاديه دي ورقه بسيطه خالص. تمام اهي، ودي برضو ورقه بسيطه خالص. هنبدا نشوف ايه المعلومات اللي فيها. مجرد ورقه عاديه خالص، بس لما بتدخلها على البرنامج بيبدا يقرا معلومات كتير جدا 3D، وتبدا تشوف المكنه وتبدا تشوف ايه اللي انت محتاجه بالظبط. تمام، دي كلها اناره، ممكن تقول له مثلا انا عايز ديت. تمام، بيبدا يحملها بسرعه وتبدا تشوف الحاجه دي 3D قدامك. تمام، بالشكل دوت اهي. هل هي دي اللي انت عايزها ولا لا؟ هل هي دي اللي انت متخيلها، ولا بعد ما هتيجي هتلاقي ان انت مش عايز تركبها؟ ممكن اقول له انا عايز اعمل لها 3D فيو، ممكن عايز اكبرها اصغرها اعمل لها زوم زي ما انا عايز. تمام، ممكن اقول له مثلا حمل لي واحدة ثانية وليكن مثلا ديت. تمام، فالكتالوجات خلاص التكنولوجيا بتاعتها اتغيرت، يبدأ تشوفها 3D. تمام، هو مفيش حاجة فعلا على المكتب، انا مش جبتها حتى بلاستيك وحطيتها، لا هي كده فعلا. تمام، ممكن تعمل لها شير، ممكن تشوفها تحطها في فروت، ممكن تلفها تلف الشكل زي ما انت عايز. تمام، فدي ممكن تعمل انت كتالوج. ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل حاجات زي كده وازاي نرفعها على النت. تمام، تعال نشوف الورقة التانية وليكن ديت. هو بيعمل لها سكان. بدأ يلقط النقاط اهيت. تمام، بيبدأ يقول لي دي فيها مكنة ديت اهي. هل هي دي المكنة اللي انت عايزها ولا لا؟ ممكن تقول له اد موديل وتضيف الموديل اللي انت عايزه. ممكن تشوفها 3D، يعني ليك اختيارات كتيرة جدا انت ممكن تعملها. تمام، اداء موديل تدفع. تمام، ممكن تقول له لا انا مش عايز كده، انا عايز اكسبلور. بيجيب لك بعض المباني اللي انت ممكن تحملها وتبدا تشوفها 3D. ممكن مثلا عايز تحمل معبد فرعوني وتبدا تشوف ايه الفكره بتاعته، وكان المعبد قدامك بين ايديك. تمام، كل دي اشكال، ممكن تروح تحمل اي حاجه فيهم، بس احنا عاملين مقاطعه للبيبسي، سيبك من بيبسي. ممكن مثلا هقول له انا عايز، خلينا نحمل ايه مثلا ديت. تمام، اهي بدأت اتحملت اهيت قدامي وشايفها 3D. تقدر تحمل اي شكل انت عايزه من المكتبة اللي موجودة اهي، الطاحونة اهيت. تمام، وتبدأ تلف الشكل زي ما انت عايز. تمام، هو بيبدأ يكون نفسه قدامك اهو، واشتغلت ايه.